بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خلال استقباله سفير المملكة المتحدة في بغداد جون ويليكس العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطورات الوضع السياسي المحلي والإقليمي. وأكد الحكيم بحسب بيان لمكتبه أهمية مساندة العراق في مرحلة ما بعد داعش، مبينا أن أمن المنطقة مرتبط بأمن العراق بالدرجة الأساس، مما يستوجب على الجميع دعم العراق. وأضاف البيان أن الحكيم شدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قوية وفاعلة وقادرة على تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب وإيجاد فرص عمل للعاطلين.